السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج انشاءاللہ حفظ القرآن سیریز میں سورة البقرہ 11ویں آیت سے 13ویں آیت تک حفظ کریں گے۔ سورة البقرہ مدنی سورت ہے، اس سورت کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اب تک کا جتنا سبق ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر روز اس کو دہرائیں، دہرانے سے انشاءاللہ سبق بھولے گا نہیں آپ کو۔ شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی۔ لا تفسدوا في الأرض، اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ایک بار دیکھ کر پڑھیں اور ایک بار زبانی۔ قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون۔ تین بار دیکھ کر پڑھنا ہے اور تین بار زبانی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پوری آیت تین بار دیکھ کر پڑھنی ہے اور تین بار زبانی۔ اب ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں ایک ایک بار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک بار زبانی پڑھ لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اس کو بھی تین بار دیکھ کر پڑھیں اور تین بار زبانی۔ كَمَا آمَنَ النَّاسُ، كما آمن الناس، كما آمن الناس،
इसको भी 3 बार देख कर पढ़ेंगे और 3 बार ज़बानी। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ एक बार देख कर पढ़ें और एक बार ज़बानी। قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا 3 बार देख कर पढ़ें और 3 बार ज़बानी। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا एक बार देख कर पढ़ें और एक बार ज़बानी। آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنَ السُّفَهَاءُ इसको भी 3 बार देख कर पढ़ेंगे और 3 बार ज़बानी। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ एक बार देख कर पढ़ें और 1 बार ज़बानी। ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفهاء इसको भी 3 बार देख कर पढ़ना है और 3 बार ज़बानी। ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون 3 बार देख कर पढ़ें और 3 बार ज़बानी। अब पूरी आयत 3 बार देख कर पढ़ेंगे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون अब 3 बार ज़बानी पढ़ लें। आखिर में पूरा सबक 5 बार देख कर पढ़ना है और 5 बार ज़बानी। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا
أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اب زبانی پڑھ لیں صدق الله العظيم آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ